بتبني لك سور متانة وارتفاع وتكلفة تقل عن المعتاد 40%، المعتاد اللي هو الميدة والأعمدة والصبات والتكليف الحديد. خليك معي. أول شيء تحتاجه جسور مقاس 17 أو 16 سنتي على أساس يركب فيها البلك 15، وطولها لابد أن يتجاوز 4 متر، لأن كل عمود بيكون 4 متر، الزيادة ممكن تقصها وتوصلها. وفي الغالب الأعمدة تجي أطوالها 6 متر و12 متر. طبعا إذا قطعتها بيكون عندك فضلات تلحمها مع بعض بصيغ 3 ملي عشان تستفيد منها، وتفتح فتحة مقاس 10 × 10 عشان تكون داخل القاعدة ويثبت العمود صح، وتلحم لك 2 تيوبات صغيرة وتخليها موزونة على أساس تساعدك في وزن العمود ويكون قائم ما في ميول. وتدهن الجزء السفلي من العمود بمادة القار العازلة. وبعدها يبني لك البنا بلكتين بالعرض على اساس تكون اساس للسور، ويحط لك قواعد مقاس تقريبا 40 × 60، ويحط داخلها بلكتين علشان يركب عليها العمود زي ما انتم شايفين. هذه الان فايدة التيوبات اللي حطيناها بالعرض، تازن العمود ولا بد انه يستخدم ميزان المويه. اثناء الصب استخدام ميزان المويه شيء ضروري. وللتوضيح الزوايا لابد يكون في قاعدة وعمود زي ما انتم شايفين علشان يربط الجدران مع بعض، وايضا البوابات المدخل السيارة تطلق عمود زي هذا. ولا تنسى قبل البناء تمدد ليات كهرب كل بين عمود وعمود، طبعا المسافة بين كل عمود وعمود 4 متر، يكون اللي زيادة من تحت متر ومن فوق نص متر. وهذا الشكل النهائي للسور زي ما انتم شايفين، الزاوية لابد ربطها بعمود صبه وقاعدة، والكورنيش اختياري اذا كانت بتصبه. تحتاج فقط 3 صياخ، صيخين فوق وصيخ تحت، وتخرم الجسور. وبكذا بالطريقة هذه تكون وفرت في مقاس البلك، بدل ما هو ب20 يكون 15، وفرت بدال الميدة اللي هو الاساس البلكتين، وبدال الاعمدة الجسور، بدال الأعمدة للخرسانة والحديد الجسور، فبتوفر بإذن الله 40%. ومتانة ما فيها كلام، في جدران مبنية زي هذه لها أكثر من 15 سنة. وهذا حسابنا على سناب شات وفي يومياتنا، وبإذن الله تجدون ما يسركم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد، تضعوا لايك وبدعمكم نستمر.